سماحة الشيخ، الأعراس لحظات فرح تشتغل فيها البيوت والمجتمعات، وهي بطبيعتها لحظات تعبر فيها النساء عن ابتهاج كبير. هل في الإسلام ما يدعو إلى نشر مظلة البهجة ليلة الأعراس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن الأعراس تضفي بهجة على الأسر وعلى المجتمعات، إذ الترابط الأسري الذي يكون بين الأسرتين أو بالأحرى أسرتي العروسين، وأنا أقول العروسين ولا أقول العروس والعريس، لأن كلمة العريس لا أصل لها في العربية، والكل عروس. ففعول إذا كان بمعنى فاعل يشترك فيه المذكر والمؤنث، ولا فرق بين المذكر والمؤنث فيه، كصبور وأمثاله، كما أن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يشترك فيه أيضا المذكر والمؤنث، فيقال رجل جريح وامرأة جريح، وهكذا يقال رجل عروس وامرأة عروس، كما يقال رجل صبور وامرأة صبور. فقولهم عريس اصطلاح ناشئ عن عدم الانضباط في استعمال العربية، وهو لا أصل له. لا ريب أن هذه الفرحة إن كانت تغمر قلبين، قلب من وجد شريكة حياته ومن وجدت شريك حياتها، فإن الأسرتين تشاركان هذين الفردين في هذه الفرحة وهذه البهجة. لذلك يجب أولا قبل كل شيء أن تضبط جميع مراسم الاحتفال بضوابط الشرع الشريف، وأن يكون فيها شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الضافية الخيرة، وأن لا يكون فيها أي تعد لأي حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، فإن تعدي الحرمات هو الذي يجعل النعم تتحول إلى نقم، والمنح تتحول إلى محن. لذلك على الكل أن يحمد الله تعالى وأن يشكره، وأن يؤطر عمله الذي يقوم به في الإطار الشرعي، غير خارج عن الانضباط بحسب الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أن الإسلام لا يصادم الفطرة، فالإسلام ينسجم مع الفطرة ولا يصطدم، ويوجه هذه الفطرة الوجهة السليمة. فهذه الفرحة لا حرج في أن تعبر المرأة عن أحاسيسها فيها، أو يعبر المجتمع النسائي عن أحاسيسه فيها من خلال أناشيد تنشدها النساء ما بين بنات جنسهن، بل يباح أن يضرب فيه بالدف، وهذا مشروع كما كان ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرددون بعض الأناشيد وبعض الأشعار التي لا تمس العفة ولا تمس الحياء، وإنما هي حسب التعبير عن الفطرة والتعبير عن هذه المشاعر التي تتدفق في نفوس الحاضرات من النساء. وقد وجههن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبرن عن مشاعرهن بأسلوب فيه ذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، ذكر الملة الحنيفية، وذكر الإسلام السمح، وذكر حسن التمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا كله مشروع، كما أن الرجال يشرع لهم أيضا أن يعلنوا ذلك، وأن يعبروا أيضا عن مشاعر فرحتهم من غير أن يكون هنالك اختلاط بين الجنسين.